نك انه عداوه للشعب المغربي ابدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل ان الشعب المغربي ساعدنا البارح واحنا قلال الخير. احنا دفعنا الثمن من اجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاع ناس احياء كيف تخلوا عنا؟ ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا اثناء حرب التحرير عندما تعهدنا باننا سنخوضها حربا شعواء حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحه يقاتل بكل سماته. اذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا.